السلام عليكم. مرة أخرى غادي ندير تقريبا واحد 10 دقائق تتمة ديال الفيديو الأول. من بعد ما طلعت المترو دابا نزلت، من بعد واحد 20 دقيقة تقريبا دابا وصلت واحد البلاصة كتسمى فاردوب لهنا كما كتشوفو. حسن نتمشى تقريبا واحد 10 دقائق نوصل للمحطة ديالي، لأن هنا كما كتشوفو هنا قدامي المحطة ديال الترام، ولكن الترام عندو الوقت ديالو، وقت مثلا قبل من 7 الصباح كيبدا تقريبا، كتكون عندو واحد ما بين الأول والثاني واحد مثلا واحد 20 دقيقة، وأنا ما يمكنش لي نتسنى حتى يجي لي مثلا في هذا الوقت غادي يجي من ورا واحد 10 دقائق ولا واحد 12 دقيقة، ما خصنيش نتسنى لأن غادي نتعطل، باش علاش كنتمشى برجلي. عندي الفيتس اللي هي بالعربية بالدارجة كنقولو لها بيكار، ولكن ما كنستعملهاش، كنفضل نتمشى على نستعمل الفيتس، يعني الدراجة كما كتشوفو. هذه القنطرة ديال فاطو بلاي هذا الواد، وهذا الاتجاه اللي انا مثلا دابا كنتمشى ليه هو الاتجاه مثلا من فاطو بلاي كتم غادي الاتجاه ديال السنتروم، يعني وسط المدينة ديال امستردام، يعني كاين الساحة المعروفة معروفة بها امستردام، يعني الدام، كاين القصر ديال الملكة، وفين كاين عاوتاني الحوانت ديال يعني ديال الملابس وديال تقدر دير يعني دير شوبينغ، يعني تاخذ داكشي اللي تحتاجو من ملابس ومن حوايج اخرين، يعني السنتروم. كنوصل للخدمة ديالي كما كتشوفوها، كيزين الشوارع هاد الأيام هادي ديما في هاد الوقت هذا، وبالنسبة عندهم يعني بحال تقول يعني قربت راس السنة، وعندهم عاوتاني كيكون عندهم أعياد وداكشي كيزينو، كيبداو من دابا مثلا تقريبا كيزينو الشوارع ديال وسط المدينة، وحتى فين ما كان شي فينكن سنتروم، يعني واحد البلاصة المجمع تجاري، ويعني بلاصة ديال الحوانت فين كيبيعو ويشريو الحوايج وحوايج اخرين، كيبداو كيزينو هاد الدوام. وختلف كل مرة كل حساب وشنو، ماشي كلهم نفس الشكل، كل منطقة واش مديرين لها، كل بلاصة زعما واش مديرين لها. دابا كنت جيت من فاطو بلاين، هاد البلاصة هادي هاد الساحة هادي كتسمى فيكس بلاين، ساحة أخرى. ليتس بلاين جات في هذا الاتجاه هذا، شوفوا هذاك الشارع كيفاش داروا ليه كما كتشوفوا الضواو ديالو، هذا الاتجاه كطور هكا واحد شوية على يدك اليمنى تما في هذا الاتجاه تقريبا كاين ليتس بلاين. هذه الساحة ريستوران، هذه هي محطة ديال المترو كما قلت لكم، دابا تمشي تقريبا شي 5 دقائق هنايا كتشوف في هاد الطابلو هذا ديال الكبانة المترو الترام غادي يجي من ورا 5 دقائق، يعني إلا تسنيتو غادي نتعطل شي شوية. هاد الساحة هادي كتسمى ريمران بلاين،
ستاسيون كتشوف هذيك راه سنترال ستاسيون لي سبلاي يعني في الاتجاه هذا. هنا كتمشى مثلا الى تمشيتي من هنايا كتخرج على يدك اليمنى كتخرج في كارفسرات. كارفسرات معروفه ومشهوره في مصر هي اللي فيها فينكس سنتروم يعني مجمع تجاري هو مجمع تجاري بمعنى الكلمه. انا بعدها كيعجبني يعني الا بغيت ناخذ شي حاجه يا الحويج يا مثلا سبرديلات يا شي حاجه ديال الروايح شي حاجه ديال المواكان شي حاجه ديال الالكترونيك اي حاجه المهم كتلقاها في هاد كالفسرات هي معروفه. والحمد لله مثلا مره مره كيديروا بروموسيون يعني تخفيض يعني في حوايج الشتاء او حوايج الصيف او في حوايج يعني بعض المره مره كيديروا هذاك التخفيض ويا كتكون اثمنه جد مناسبه بالنسبه لي انا. كما كتشوفوها راه مكتوبه فيها كارفسرات هي كما كتشوفوا على يدي اليمنى ما شفتوها كارفسرات من تما هنا كتبدا وكتمشي تقريبا على ما اظن هاد الشارع كارفسرات تقريبا يمكن حسب التقدير ديالي فيه واحد كتمشى من الوسط ديالو واحد انا كنظن حسب التقدير ديالي ماشي 100% ولكن واحد 3 كيلومتر ولا اكثر. كما كتشوفوا راه هي الدخله ديالها كارفسترات ولكن غادي نمشي في الاتجاه هذا الاتجاه هذا اللي غادي نمشي فيه كيدي في الخدام تقريبا الخدام في السنتروم ديال مدينة مصر. هذا فين كتمشى في هاد الجهة ديالو راه معروف هاد البلاصة هادي كتسمى سوق ديال الورد اللي معروف في مصر كيجيوها لي توريست من جميع أنحاء العالم حتى من الدول العربية من المغاربة عندنا نيت تقريبا كيجيو لهنا يعني معروف عندنا في مصر. وعاد كاين يعني ماشي غير هذا يعني في جميع تقريبا المدن الهولندية كتلقى سوق مثل هذا يعني سوق ديال الورد كما كتلقى عاوتاني أسواق يعني أسواق كتكون في الأحياء يعني أي منطقة كتلقى فيها سوق بحال حنا كنقول مثلا تقريبا أسواق بحال ماشي بحال الشكل ديالها بحال عندنا في المغرب ولكن واحد الشكل اخر منظم. الحمد لله في المغرب عندنا يعني الاواخر كنفتخر به وكنعتز به لان المغرب ديالنا تقدم الحمد لله بالقياده الحكيمه ديال صاحب الجلاله نصر الله. يعني الحمد لله حتى المغرب يعني راه في هاد السنين الاخيره يعني حتى هنايا يعني ولا كليتي كتسمع كيف يعني كتكون مجمع مع الهولنديين ولا جبتي المغرب يعني كتلقاهم عارفين يعني كيهضروك على مدن كثيرة على اكادير على مراكش حتى من اسفي حتى صويرة الرباط الدار البيضاء يعني كيعرفوا شي مناطق في الشمال لان اللي مغربي الاصل ما كنعرفهاش ولكن عمري ما مشيت ليها تقريبا. والحمد لله يعني السمعه ديال المغرب عندنا الحمد لله راها مزيانه ومزيانه والناس اللي كتهضر على المغرب كتهضر عليه بكل خير ما علينا. المهم هذا هو السوق ديال الورد شفتو شحال طويل الشارع تقريبا كله هاد الجهه اليمنيه ديالي كلها فيها الورد يا كما كتشوفوا وهنايا كنخرج مثلا في شارع اخر يعني لحد الان بقينا كتلقى كل مره مثلا في الناس كتفيق بك
بكري كتخدم بكري هنا راه الا دخلتي مع هذاك الشارع يعني كتخرج لهذاك الشارع اللي قلت لكم ديال كاف صرات اللي هو شارع كبير و مجمع تجاري كبير هذا هو الطريق من هنا للسنتروم والدام يا انا قريب الخدمه ديالي يعني الفودز كما كتشوفوا هذاك الحانوت ديال راه هو حتى هو في الجنب ديالو كاينه الشركه في الخدامه يا الله سيدي السلام عليكم صباحكم مبروك السلام عليكم.